أهلا بكم مشاهدينا إلى جولتنا الإخبارية الأخيرة لهذا اليوم بين يومين، ونبدأها من لبنان، إذ ارتفع عدد قتلى التفجيرات التي ضربت معقل ميليشيا حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية إلى 50. ونقلت رويترز عن شهود عيان أن الانفجارين نجما عن هجومين انتحاريين، فيما قالت وسائل الإعلام إن تنظيم الدولة تبنى التفجيرين، وتعتبر منطقة برج البراجنة التي شهدت التفجير حاضنة شعبية لحزب الله. وترددت أنباء عن مقتل حسين ياجي وهو مسؤول أمني في حزب الله إثر التفجيرات. مسلسل التفجيرات يعود مجددا إلى لبنان، وفي أول حلقاته تفجير انتحاري استهدف منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. وفي التفاصيل، وبحسب شهود عيان والتحقيقات الأولية للأمنيين، أن سيارة كانت تقل أربعة أشخاص ترجل الأول وفجر نفسه، وبعد دقائق قليلة فجر آخر نفسه على بعد أمتار من التفجير الأول. أما الشخص الثالث فهو قتل من جراء الانفجارين الأوليين، إلا أنه كان يحمل حزاما ناسفا تم تفكيكه. أما الرابع ففر إلى جهة مجهولة، ومن ثم تم القبض عليه من قبل عناصر الأمن العام اللبناني. على المستهدف يمكن بدي قتل العالم، لأنه أول واحد فجر حاله هونيك، فيش دقيقتين ثلاثة تجمعت العالم من هون كبسة هذا الثاني هون عايد التب اللي هون. كيف عم بيقولوا في واحد ثالث بعد؟ في واحد ثالث على قوة الضغط التال، أول واحد اللي هونيك قلب بالأرض ما كبسة يعني أو شيء. وشو صار؟ يعني ضل الحزام الناس فيه هو الناس هلا من شوي شلنا فككوه يعني. على أثر الانفجارين فرض عناصر ميليشيا حزب الله المسلحين طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، ومنعوا الأهالي من الوصول إلى منازلهم لتفقدها. أما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى فكانت حاضرة بشكل خجول لضبط الأمن. بعدني كنت مالي من هون، طلع أول انفجار، بقصرت لهون حد الحسنية طلع تاني انفجار. وفي الإطار عينه قام عناصر حزب الله والجيش اللبناني بإلقاء القبض على بعض من الشباب من الجنسية السورية بشكل عشوائي بعد ضربهم وشتمهم بحجة انتمائهم إلى خلايا إرهابية أو تورطهم بالتفجير. الانتحار التاني صوته بس شو صار؟ كنت انت موجود؟ لا أنا وصلت على التاني، كان صار له هداك دقيقة، هيدي إجره يعني. وصلت حضرتك على تاني انفجار؟ أول واحد شفته بالأرض، هيدا إجره وهيدا شو اسمه راسه. شو لا أنا نزلت كان هو مفجر حاله يعني. شفت إجره وراسه. تاني غيره ما شفت غيره. إلى ذلك سارعت القوى السياسية الداخلية والدولية بمختلف تياراتها إلى استنكار تفجيري الضاحية الجنوبية، في حين أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الحداد على ضحايا التفجيرين. مسلسل التفجيرات يعود ليضرب الضاحية الجنوبية لبيروت من جديد، أما سؤال من هو المسؤول عن كل هذه الدماء يطرح على الطاولة السياسية والشعبية. رنين إدريس، أورينت نيوز، بيروت. ومعنا أيضا توني بولس مراسل أورينت نيوز من بيروت. توني مرحبا، تسمعني؟ مساء الخير وديع. مساء الخير. طيب، في معلومات جديدة حصلت خلال الساعات الماضية، منها مثلا تكشف أن مسؤول أمني كبير في حزب الله لقي مصرعه من ضمن الذين قتلوا في هذين التفجيرين. هل هناك أيضا معلومات أخرى؟ نعم، يعني هناك شبه تأكيد من عدة مصادر عن مقتل مسؤول أمني في حزب الله حسين ياغي، إضافة إلى ثلاثة عناصر آخرين كذلك في الأمن، في أمن حزب الله، وكانوا يقومون بحراسة أمن الحسينية في الضاحية الجنوبية حيث استهدفهم الانفجار الثاني. يعني كما أن عدد القتلى في الانفجار بالزياد، يعني حسب الحصيلة الأخيرة يعني وصل إلى 60 قتيلا إضافة إلى 180 جريحا حتى الساعة، ومرشح للزياد أيضا، وطبعا بسبب الإصابات الخطيرة والاحتراق الكبير اللي أصاب يعني عدد كبير من الجرحى حتى الآن. إضافة إلى أن المستشفيات المجاورة للضاحية الجنوبية لم تستسع للجرحى، يعني تم نقلهم إلى مستشفيات بعيدة عن الضاحية في بيروت ومناطق أخرى في لجانب بيروت. يعني هذا الخرق الأمني الكبير يعني فاجأ وباغت حزب الله في عقر داره، يعني وكان يعني بمثابة يعني
الخرق الأكبر في لبنان اللي تعرض له حزب الله منذ بداية الحرب السورية حتى الآن، وطالما أنه اعتبر هذه المنطقة هي بمثابة القلعة الأمنية التي يتحصن فيها مسؤولو وقيادات حزب الله، إضافة إلى مراكزه الأمنية الأساسية من مستشفى الرسول الأعظم إلى المجلس الشيعي إلى مقار حزبية أخرى. طيب هناك نعم هناك تضارب بالأنباء حتى الآن حول مصير الانتحاري الرابع، البعض يقول أنه تم القبض عليه، البعض يقول أنه ليس بالأساس انتحاري رابع حتى، ما حقيقة يعني هذا الأمر؟ يعني الدلائل الأولية تشير إلى أنهم ثلاث انتحاريين، لن يكون هناك انتحاري رابع. الانتحاري الثالث الذي حاول تفجير نفسه في مكان قريب من التفجيرين قتل مباشرة برصاص حزب الله وأمن حزب الله، هناك مقاطع فيديو تشير إلى ذلك كيف حصل طريقة القتل، فمما يبعد فرضيا أن هناك انتحاري رابع. رغم ذلك كان حزب الله بجهوزية كاملة وقد طلب من المواطنين في الضاحية الجنوبية تجنب المقاهي والتجمعات العامة خشية من وجود ربما انتحاري رابع. تبقى فرضية انتحار رابع مجرد تكهنات حتى لم يثبت أي دليل على هذا الأمر. حصلت هنا أود أن أشير إلى أن حزب الله يحاول أن يستغل هذا الأمر لأقصى حدوده، يعبئ الشارع الشيعي في الضاحية الجنوبية بمواجهة آخرين في أرسال، حيث أطلق في الضاحية هاشتاج بدنا الرد من أرسال، وكأن أهالي أرسال هم المسؤولون عن هذا التفجير ويحملون مسؤولية ويعني يلومون أن يطلقون الشعارات أن أهالي أرسال يوزعون الحلوى في منطقة في هذه المنطقة ابتهاجا بما حصل في الضاحية. مقصود هل المقصود اللاجئين السوريين في أرسال؟ بالضبط، يعني هذا ما يريده حزب الله أن يشير إليه، إلى أن اللاجئين السوريين في أرسال سواء اللاجئين السوريين وسواء اللبنانيين هم من مسؤول عن هذا الأمر، ويطلق إشاعات أنهم وزعوا الحلوى ابتهاجا. طبعا هذا الأمر غير صحيح، ثقافة الحلوى هي انطلقت من الضاحية الجنوبية ومن بيئة حزب الله حيث هو من كان يوزع الحلوى كلما قتل الشعب السوري وكلما احتل منطقة في سوريا، يحاول يستغل السلاح نفسه من أجل التحريض الطائفي والاستفادة من هذه الحادثة أو هذا التفجير لمزيد من الاحتقان الطائفي والتعبئة في صفوفه. هل صحيح أنه تم القبض بشكل عشوائي على شباب سوريين في بيروت؟ تم القبض على عدد من الأشخاص بصورة انتقامية وبشكل عشوائي، فمراكز لحزب الله منتشرة على تخوم الضاحية وقامت بتوقيف السيارات الداخلة والخارجة، وكانت توقف بعض الأشخاص للاشتباه بهم بالقوة ودون أن يكون هناك أي دليل ربما على الهوية الطائفية أو هوية إذا كان سوريا أو غيره. طيب. هذه ممارسات حزب الله الإرهابية دائما ليست بجديدة، وطبعا يعني حتى الساعة لم يعرف يعني من ألقي القبض عليه، يعني لأن حزب الله لا يصرح إذا ألقى القبض على أحد أم لا. طيب بناء على ما حدث اليوم في بيروت خاصة الضاحية الجنوبية، هل هناك توقعات ما الذي يحدث غدا سواء كان في الشق السياسي الحكومي أو في هذا الإطار؟ يعني هو بطبيعة الحال لن يكون بعد الانفجار كما قبله، فهذا الانفجار الذي قد مضجع حزب الله يعني هو ليس فقط له تداعيات في مكانه، إنما تداعياته أولا في بيئة حزب الله التي بدأت يطفح الكيل منها من دور حزب الله ومارساته ومن جلب الويلات إلى منطقة الضاحية الجنوبية وإلى الشارع الشيعي بشكل خاص. على الصعيد اللبناني وعلى باقي المكونات الوطنية معظم الفرقاء يعني بدأوا يعني يحملون حزب الله أنه هو من استجلب هذا الصراع إلى منطقة الضاحية وإلى لبنان، وكان لطالما كان يصرح ويقول أنه يحمي لبنان وأنه يشارك في الحرب السورية لإبعاد هذه التفجيرات عن لبنان، أن يتضح يوما في يوم أن مشاركته تستجلب وتفتح الساحة اللبنانية على كافة الاحتمالات وخاصة التفجيرات الأمنية التي يبدو أن مسلسلها عاد إلى لبنان من جديد. توني شكرا. توني بولس مراسل أورينت نيوز من بيروت، شكرا لك.